أولى أسئلة هذه الحلقة من السائل محمد هزاع أحمد الجعفري من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي ولد عم من توفي أبوه، هو جدي المتوفى، قبل 30 عاما، وبعد ذلك قام بخط ورقة بأنه سوف يرثه ولم يحدد كم له من الإرث، وله 4 أعمام وعمتان، فهل لولد عمي إرث بموجب هذه الوصية التي كتبها جدي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ابن الابن لا يرث من جده مع وجود أعمامه، لأنهم يحجبونه عن الإرث، لأنهم أقرب إلى الميت منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأعمامه هم أولى رجل ذكر، فيحجبون ابن الابن. وما أوصى به الجد إن كان من باب الوصية بالثلث فأقل، فإنه يصح لهم على أنه وصية لا على أنه ميراث. الإنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل لغير وارث، وابن الابن مع وجود أعمامه ليس بوارث، فتصح له الوصية على هذا الوجه. وإذا كان المسألة نزاع بين أطراف، فالمرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية. نعم.